السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو نتكلم شوية على المداونة، كيف تربح من المداونة، ما هي الطريقة وكيفاش نسحب الأرباح نتاع المداونة. خاوتي قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يوصلك جديد. نبدأ على بركة الله. أولا قبل كل شيء باش تقدر تربح من المدونة لازم تكون عندك مقالات، ومقالات تكون حصريا، ما تجيب ليش مقالات من موقع آخر تيليكوبي كولي. هنا عندك مخالفة سياسات الجوجل الأدسنس أو المدونة. كذلك ما تجيب ليش الصور من الجوجل ومن موقع أخرى وبعاود تحطهم في المدونة. كذلك عندك مخالفات سياسات الجوجل ومخالفات المدونة أو بلوجر، ولا تجيب لي فيديوهات من قناة أخرى، ولا تجيب لي من فيسبوك ولا من تيك توك ومن بعد تحط عليهم مقالات وتحطهم في المدونة تاعك. هنا ثاني عندك المخالفات سياسات الجوجل، هذه ديروا في بالكم باش تقدر تخلص من مدونة. لازم يكون صور حصريين، فيديوهات حصريين، مقالة حصريين، ولازم القالب نتاع المداونة قبل ما يدير التحديث تقدر تهبط مقال مجاني. وذوق في هذه الساعة خاوتي لازم لك تشيري قالب بالدراهم، تشيري قالب بالدراهم يعني حوالي تلقاه بين 5 دولار تلقاه 10 دولار. هذا قالب تشريه باش يعطيك الواجهه تاع المداونه كما الاخرين راهم دايرين القنوات اليوتيوب المداونه تاعهم في اسفل الفيديو. يعني يقول لك اضغط على الرابط الموقعنا يلوحك الموقع تاعه هو يقولون المداونه، تشوف الواجهه كيف دايره، تشوف معنا كل شيء مستيكي. هذه تكون على بالك. ما علينا، تقول لي حبيب ما هي الشروط؟ ما عدا الشروط المداونه خاوتي، شروط ما كانش شروط. يقول لك تجيب 1000 مشاهدة 1000 زيار، لا هذه ما كاش منها. شوف خويا باش تقدر تخلص من مداونة لازم يكونوا الصور حصريين، فيديوهات تحطهم في المداونة يكونوا حصريين، ومقال اللي تكتبها تكون حصرية، وقالب يكون مدفوع ما يكونش مجاني، لازم قالب تشريه بالدراهم. هذو 4 صوالح ديرهم، ومن بعد وش تدير؟ تروح الجوجل ادسنس بانشاء حساب جيميل، ومن بعد افتح جوجل ادسنس، ومن بعد وش دير؟ تربطه مع المداونه. درك اكربط المداونه مع جوجل ادسنس صح. تقول لي حبيب ما هي الزيارات باش نقدر يديروا لي اعلانات او نخلص ليها؟ هنا واش يقول لك جوجل ادسنس ولا بلوجر؟ يقول لك عندك 1000 زيارة، عندك 1000 زيارة ما بين 1 دولار حتى 4 دولار ولا حتى 5 دولار في كل 1000 مشاهدة، وحسب البلد، حسب البلد كما اليوتيوب، حسب البلد وحسب الإعلانات اللي طلعوا. إذا طلعوا بزاف في المدونة تاعك عندك الارباح ما اكثر. فهمتوا خاوتي؟ درك شفنا الشروط نتاع المداونه كيف نربطوها مع الادسنس، كيف كذا كذا. خلاص درك واش يبقى لنا؟ يبقى لنا كيفاش نسحبوا الارباح نتاع المداونه ولا جوجل ادسنس الى حسابنا البنكي صح. الا في حاله كنت مقيم في الجزائر اجباري عليك ولازم عليك تفتح حساب بنكي محلي بالعملة اليورو. علاه؟ جوجل ادسنس جزائري ما يدعم لا بطاقة بايسيرا، لا وايز، لا رودو باي، لا باينس، لا البايبات، هذوما كاع ما يدعمهمش ابدا. لازم لك تفتح حساب بنكي بالعملة الاورو، ولازم يكون بنكي محلي ماهوش افتراضي ولا الكتروني، هذوما ما يدعمهمش جوجل ادسنس، كون على بالك. في حالة إذا كنت خارج الجزائر مثل في أوروبا
في امريكا في كندا دول متقدمه، هذو ما عندهم التحويلات ما بين من جوجل ادسنس الى حساب البنكي الافتراضي ولا حساب بنكي الكتروني اللي يكون على بالكم. كيما جوجل ادسنس نتاع ليتوانيا تقدر تربطه مع حساب بايسيرا ولا وايز عادي، نتاع الجزائر لا، لازم تكون عندك حساب بنكي محلي بالعمله اليورو، هذه هي ديروها في بالك. ما علينا، كما قلنا خاوتي فتحنا مدونه درنا قالب درنا صور درنا مقالات درنا كلش خلاص مريم ريقله، ربطناها مع جوجل ادسنس، جبنا الشروط جبنا المشاهده جبنا الارباح. الارباح كما اليوتيوب نفس الطريقه، عندهم من شهر لشهر من مدونه الادسنس نفس اليوتيوب، ومن بعد كذلك من جوجل ادسنس حساب بنكي نفس الطريقه 21 من كل شهر. هذا مك خاوتي، طريقه سهله ماهيش واعره سهله مال، فهمتوا خاوتي؟ هذه طريقه باش تقدر تربح من مدونه او من مقالات. ان شاء الله ندي عليه حلقات كيفاش انشاء موقع الكتروني، انشاء مدونه، ربطها مع جوجل ادسنس. كاين الناس ماهوش عارفين كيفاش يفتحوا جوجل ادسنس، وكذلك ما يعرفوش يفتحوا المدونه ولا كذلك يكتبوا مقالات، ولا ان شاء الله بربي قاعد لكم عليها تسلسلات او حلقات او الاجزاء من هذه الحلقات نتاع المدونه. مو خاوتي اللي عنده اي مشكله ولا عنده اي استفسار خلينا تعليق في هذا الفيديو، ولا يتواصل معنا عن طريق واتساب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.